متشكرة يا إبراهيم. شكري إيه؟ مفيش بينا الكلام ده. فيها دول؟ تعبانة قوي. أنا هدخل أنام. روح أنت يا إبراهيم. إيه يا إبراهيم؟ لا يا تقى، أنا مش هروح. يعني إيه؟ ايه يا ابراهيم؟ انا اسف يا تقى، العصير اللي انت شربتيه كان فيه مخدر. ليه يا ابراهيم؟ ما هو ابوكي ما خلاش قدامي خيار تاني، عايز يفضحنا في العزبه ويجرس نعمه اختي. وانت فاكر انت كده هسكته؟ لو يريحك بعدها انا ممكن اتجوزك. يا تقى تقى، ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ عملت ايه في البيت؟ عملت ايه في البيت يا ابن خراشي؟ عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه يا ابن خراشي؟ ايه اللي جابك هنا يا واد؟ ردي عليا يا تقى، ردي عليا يا حبيبتي تقى. يا مصطفى